إذا انسجمت بالأسبن وقاعد تستخدمه، ما تبغى تستخدم أصبعك عشان تطلع المنيو أو ترجع لخطوة لورا بضغط الباك، عشان ما تضطر تنتقل من القلم إلى الأصبع ومن الأصبع إلى القلم. فبالتالي اتطورت الجستشرز في الجهاز. فخلينا نقول أنا أبغى أطلع المنيو من أي أبليكيشن كان، خلينا ندخل على المسجنج، وأنا أبغى أطلع السيتينجز هنا، مجرد ما أعمل أضغط على الزر اللي على القلم الأسبن، أطلع لفوق انزل لتحت، حيطلع لي المنيو على طول في أي أبليكيشن في إلو منيو أو سيتينجز. مجرد ما أضغط لفوق وانزل لتحت حيروح يفتحها، طبعا لأنها مفتوحة نزلها. ولو أبغى أرجع لورا بروح بضغط على الزر على القلم، بروح يسار يمين بيرجع لورا. فلو أنا دخلت على ماي فايلز، ماي فايلز، دخلت على all files، على SD card وعلى evernote، بعدين ابغى ارجع لورا خطوة خطوة، بعمل واحد ارجع لورا، يرجع لورا، يرجع لورا، يرجع لورا. فعندنا gesture عشان نرجع لورا من خلال اليسار يمين، والفوق تحت بيطلعنا المنيو. برضو لو ابغى اطلع الاس نوت وانا على المين سكرين، بضغط على الزر على الاس بن وبعمل دبل تاب على السكرين، بضغط مرتين بيفروح بيفتح لي الاس نوت، وممكن هنا اكتب ملاحظه لو حبيت او اقفلها دحين. وعندنا الكويك كمان، شوفوا الكويك كمان، بضغط على الزر على الاس بن وبعمل دراج اب فبيطلع لي الكويك كمان. هذه الكويك كمان عباره عن ابلكيشنز شورت كات لابلكيشن من خلال سيمبل نحن نختاره، او يجي مختار من قبل الجهاز، فينا نخليه ونبني عليه، فينا نغيره، وفينا نمحيه كله ونسوي واحد من جديد. خلينا نضيف واحد للموجود، اوريدي عندنا الموجوده هنا، ابغى اضيف واحده، سيلكت ان ابلكيشن بالله اوكي، ابغى الابلكيشن مثلا اللي هو انترنت سيرش. من يوم ورايح ابغى لما افتح لما اكتب له اس ابغى يفتح لي السيرش، هذه طلعت ايش 5، اذا حق على مين؟ حق علي. فبنخليها 5 ولا بنغيرها؟ لا خلينا نكنسل، خلينا نعمل واحده جديده، نبغى تكون مظبوط. فابغى انا الانترنت سيرش يكون اس، هذه اس احلى من هذيك، ها عرفها، بقول له اوكي دن. فمن يوم ورايح لما اكون انا هنا، مجرد ما احط له اس حيروح على طول يفتح لي الابلكيشن اللي هي انترنت سيرش. ف هنا ممكن طبعا نعمل ريفرش للبيج الموجوده، او فينا نروح على other pages which are already open. هذا اليوتيوب على سبيل المثال حيروح يفتحه ويطلع لنا الفيديو اللي كان موجود اخر مره والى اخره. فصار الاس بن بيسمح لنا نشتغل على الجستشرز اللي هي الكويك كوماند، اللي هي الباك والمنيو والدبل تاب عشان نطلع الاسمو، طبعا مثل ايام زمان نضغط على الزر ولونج بريس فبيعمل سكرين شوت. لو حبينا سكرين شوت حنعمل له كلوز عشان ما نبغاها دحين.